الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم، وزلنا مع أم المؤمنين ستنا حبيبتنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اللي هيحصل النهاردة، ستنا خديجة ما زالت بتتحمل الابتلاءات، وما زالت قريش بتأذي النبي عليه الصلاة والسلام، وستنا خديجة ما زالت متحملة. عندك كم سنة يا أمنا النهاردة؟ عندها 62 سنة، تحملت موت ولادها وطلاق بناتها وهجرت بنتها ستنا رقية رضي الله تعالى عنها وأرضها. من 62 ل 65 سنة يحصلها ابتلاء شديد جدا. ايه الابتلاء ده؟ تبدأ قريش تهدد انها هتقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب يقرر انه عاوز يحمي النبي، فياخد سيدنا محمد وكل الهاشمية وينزلوا في شعاب مكة عشان يحمي أبو طالب من قريش. فتقرر قريش انها تنتقم، وكمان عايزة تضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحاصر بني هاشم اقتصاديا وبني عبد مناف، يعني كده يتسلمون محمد. حصار اقتصادي يعني ايه؟ يعني لا هنبيع لكم ولا هنشتري منكم ولا هنجوزكم لحد ما تنقرض بني هاشم. صعب جدا الابتلاء ده، قعد 3 سنين. ستنا خديجة مش هاشمية، كانت ممكن جدا ما تنزلش معاهم في الشعب، بس ستنا خديجة تقول مكاني مع رسول الله، لا انا هنزل الشعب. يا ستنا خديجة، بس انت عندك 62 سنة، ازاي هتتحملي تنزل ستنا خديجة وتجوع انت الحسب والنسب؟ الصحابة بيحكوا بيقولوا والله كلنا نأكل ورق الشجر من شدة الجوع. حاجة صعبة جدا، الأطفال بتعيط من كتر الجوع، لأن الهاشمية واخدين أولادهم معاهم. ستنا خديجة صبرة ومحتسبة، كل ده بتدعم النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تحس بحرج شديد، لأن ستنا خديجة من أعرق وأنبل قبائل قريش، فلو ماتت أو جرى لها حاجة عيبة في حق قريش. فتروح قريش لستنا خديجة ويقولوا لها عيب يا ستنا خديجة، ده انت بنت الحسب والنسب، ومن فضلك ارجعي بيتك، افضلي مؤمنة بمحمد عليه الصلاة والسلام زي ما انت، بس ارجعي بيتك. فتقولهم ابدا مكاني مع المسلمين. فتبعت قريش لستنا خديجة اكل، فترفض ستنا خديجة. فتصمم قريش فترفض برضو انها تاكل والمسلمين جعانين، وتوزع الاكل ده كله على المسلمين رضي الله تعالى عنك وارضاك. يا امي شايفة بناتها بيعيطوا من كتر الجوع، تألموا المسلمين ألم شديد، ويتفك الحصار وهي عندها 65 سنة رضي الله عنها وأرضها. بس كانت خلاص انهكت القوة، تعبت 3 سنين لا أكل ولا شرب ولا نومة مريحة، وكانت بنت الحسب والنسب والعز، تعبت. خرجت من الحصار مرضت مرض شديد، وكأن خلاص يا ستنا خديجة دورك انتهى لحد هنا. شكرا يا أمنا خديجة، ثبتي نبي آخر الزمان، دعمتيه ووقفتي جنبه، لأن سيدنا رسول الله حياته هتتغير دلوقتي في مرحلة جديدة هتبدأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه هي المرحلة دي؟ مرحلة الهجرة. سيدنا محمد هينتقل إلى المدينة، فحياته كلها هتتغير. سبحان الله. شكرا يا أم المؤمنين. وتمرض سيدنا خديجة مرض شديد جدا، سيدنا محمد حزين عليها حزن شديد، ما كانش بيفارقها عليه الصلاة والسلام، لحد ما سيدنا محمد يلاقي سيدنا جبريل نزل عليه وبيقول له يا محمد أقرئ خديجة من مين؟ بيقول له يا محمد أقرئ خديجة من ربها ومني السلام. فسيدنا محمد يقول لستنا خديجة يا خديجة إن الله عز وجل يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فترد ستنا خديجة تقول له هو السلام ومنه السلام وعليه السلام، موتة كلها سلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسيدنا جبريل يقول له يا محمد بشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قصب يعني لؤلؤ مجوف، قصرك يا أمي في الجنة لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا وصب، يعني لا تعب ولا صوت عالي، لأن الجزاء من جنس العمل. يا ما تحملت يا ستنا خديجة. فيعرف سيدنا رسول الله أن دي النهاية، ويحزن النبي، وتموت ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
الصحابة بيقولوا والله من شدة حزن رسول الله عليه الصلاة والسلام على ستنا خديجة خشينا أن يموت بعدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويبدأ النبي كأن شريط ذكريات بتمر قدام عينيه. فاكرين يا جماعة لما كان في الغار ونزل جري على ستنا خديجة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما كان النبي يرجع لها البيت وكله دم أو جسمه كله تراب أو قريش أذته وتصبر وتقول له يا رسول الله إن الله لن يضيعك. لما كانت قريش طول الوقت تهدد بقتل النبي تبقى قاعدة متربصة مش عارفة المصيبة جاية منين ولا منين، صبرت كتير تعبت كتير، اطلعي بقى عند ربنا واستريحي يا ستنا خديجة. يتسمى العام ده عام الحزن من شدة حزن رسول الله على ستنا خديجة. ويفضل النبي عليه الصلاة والسلام وفي الخديجة وعمره ما نسيها صلى الله عليه وسلم لحد ما انتقل صلوات الله وسلامه عليه. مين اللي حكى لنا الكلام ده؟ ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضها بتقول والله ما غيرت من امرأة أبدا من أزواج رسول الله إلا خديجة ولم أراها. شفتهاش؟ لكن بغير منها جدا. ليه يا أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول من كثرة ذكر رسول الله لها كان يكاد لا يخرج من المنزل حتى يذكر خديجة، وإنه كان والله لا يذبح الشاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما يذبح الذبيحة ستنا عائشة رضي الله عنها بتقول كان يذبح الشاة فيقسم ويشيل حبة لحمة على جنب، فستنا عائشة تقول له دول مين يا رسول الله؟ يقول لها لصاحباتي خديجة، أصحاب خديجة صلى الله على محمد. لا ومش بس كده، ستنا عائشة تحكي موقف جميل جدا، تقول مرة كنا قاعدين في البيت لقينا حد بيخبط على الباب خبطة معينة كده، فستنا عائشة بتبص على النبي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قام جري على الباب وبيقول خديجة كأنه صوت خديجة، شبه صوت ستنا خديجة. أول ما وصل عند الباب قال اللهم اجعلها هالة أخت خديجة، يا رب تكون هالة أخت خديجة. ويفتح الباب إذا بها هالة أخت خديجة، فتدخل ستنا هالة بنت خويلد وتقعد مع النبي ويتكلموا كتير جدا جدا. وبعد ما تمشي ستنا هالة تيجي ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضها وتقول له مين دي يا رسول الله؟ فيقول لها هالة أخت خديجة. فتقول وفيما كنتم تتكلمون؟ تتكلموا في إيه كل ده؟ يقول لها كنا نتذكر أيام خديجة رضي الله تعالى عن ستنا خديجة. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه ست عجوزة فيقبل عليها إقبال شديد جدا، في بعض الروايات بتقول فهش لها وبش، يعني وشه نور كده وبقى فرحان بيها جدا وقعد معاها يتكلم كتير جدا جدا. فبعد ما الست دي مشيت جت ستنا عائشة قالت من هذه العجوز يا رسول الله؟ مين الست العجوزة دي؟ قال هي صاحبة خديجة، كانت تأتينا أيام خديجة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا ومش بس كده، ده بعد وفاة ستنا خديجة بخمس سنين تحصل غزوة بدر وينتصر المسلمون، وكانت ستنا زينب بنت محمد في الوقت ده لسه مش قادرة تهاجر ولسه قاعدة في مكة. جوزها اتأثر في غزوة بدر لأن جوزها كان مازال مشرك، وكان في الوقت ده لسه ما نزلش تشريع تحريم إن المسلمة تتجوز واحد مشرك، فكانوا مازالوا متجوزين ويتأسر زوجها في غزوة بدر. وكانت العادة في الوقت ده إن كل أسرة تبعت فداء عشان تسترد الأسير بتاعها، فزوج سيدنا زينب ملهوش غيرها في مكة، فبعتت فداء علشان تسترد زوجها. ما كانش عندها غير قلادة واحدة قيمة جدا. قلادة مين؟ قلادة ستنا خديجة بنت خويلد، كانت اديتها هدية أول ما اتجوزت عشان تتزين بيها قدام زوجها. فتطلع ستنا زينب القلادة بتاعت ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضها وتلفها وتبعتها علشان يبقى ده الفداء بتاع جوزها. فأول ما الفداء يوصل لنبي يفتحه صلى الله عليه وسلم يلاقي عقدة ستنا خديجة، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويبص على العقد ويقول عقد خديجة. تفكر عقدة ستنا خديجة بعد خمس سنين يا رسول الله؟ فيبكي ويبص للصحابة يستأذنهم أدب صلى الله عليه وسلم يقولهم لو تأذنون لي أن نرد لزينب قلادة خديجة ونخلي سبيل أسيرها. قالوا طبعا أذن لك يا رسول الله. ويجيب زوج ستنا زينب ويقول له خذ القلادة دي رجعها لزينب وقل لها يقول لك أبوك لا تفرطي في عقد خديجة. اوعي تفرطي في عقد خديجة مرة تانية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة مرة بتقول فكان يكثر من ذكرها حتى غرت مرة مش قادرة أسكت غرت، فقلت يا رسول الله خديجة خديجة خديجة،
لقد أبدلك الله خيرا منها، ربنا أبدلك واحدة أحسن منها وتشار على نفسها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا عائشة، لا تقولي ذلك، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني. ستنا عائشة بتقول كان يذكرها وكأن الله لم يخلق غيرها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يا جماعة نقطة جميلة جدا، مين اللي حكى كل ده؟ مين اللي حكى فضائل السيدة خديجة؟ السيدة عائشة. يعني لولا السيدة عائشة رضي الله عنها ما كناش عرفنا فضائل ستنا خديجة، وده من عظم خلق ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحبها لستنا خديجة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ما زلنا جوه بيت النبوة مع زوجات الحبيب، نشوفه بكرة على خير. شكرا، السلام عليكم. صبر في وقت الشدايد، ده الطريق بيهن بخطوه.